بسمات مع أحلى وامتع قنوات بسمة وروضة غريب مجد طلت في البهجات. يا أمل قد جاء وأشرق يا عنوان الحب الأصدق. عوالم الأطفال مختلفة متنوعة، لكن الجاذب منها هو ما يفرض نفسه، وهذا ما كان هنا في عالم مجد، فليس مديحا ولا إطنابا، بل هو واقع لامسه جميع من حضر وعمل وشاهد في واجهة الرياض، وبالتحديد في معرض الأطفال الدولي. كان للمجد نصيب الأسد من لفت الانتباه وشد الأنظار وكثافة الحضور. بداية بالمسرح الذي توافد عليه الكبار قبل الصغار، وقدمت فيه المجد بقنواتها الأربعة مجد وبسمة وروضة وتغاريد محتويات جاذبة للطفل والأسرة تزيد عن 15 فقرة، ما بين مسرحيات وكليبات وفقرات إنشادية وفيديوهات ترفيهية ولقاءات تجمع الأطفال بالشخصيات ونجوم الشاشة. ما يحبونك ما يحبونك، تحبون فضائي؟ شفت كيف يحبون أهل الخير. حوت فعالية عالم مجد على مسرحيتين واستعراضين إنشاديين وعدة مسابقات وأوبريت يحكي قصة عالم مجد الطفولي بقنواته الأربعة، وكذلك مجموعة فيديوهات مرئية بمشاركة 13 مقدماً و18 طفلاً وطفلة. ويغرد علينا سو 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 سو. قدموا لأكثر من 15,000 زائر للمعرض جزءاً من المحتوى الممتع والآمن الذي تقدمه المجد على شاشاتها التلفزيونية. وكما كان لركن شبكة المجد في المعرض الدولي الوهج الكبير الذي جذب الجميع من المنافسين والمشاركين قبل الزوار الحاضرين، فمحتواه الذي كان يعرض القنوات الأربعة على مدار الساعة وتشرح تفاصيله أربع بنات صغار بحماسة لأن تكون المجد في كل بيت وعند كل طفل، كان له انعكاس إيجابي على جذب الحاضرين لزيارة الركن والاستفسار بشكل أكبر عن الشبكة. Welcome to Al-Majd Network. تبغى انشراحة بالصدر لا تنسى وردك والذكر والراحة تلقاها بصلاة دنيانا تحلى وتزدهر. بل وصل التأثير حتى لمن كان خارج العاصمة الرياض عن طريق متابعة عالم مجد عبر بث تلفزيوني، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنها برنامج إكس بوسم عالم مجد. عالم مجد متعة بلا حد.